السلام عليكم. اتهم البنك المركزي اليمني التحالف العربي بإعاقة البنك عن أداء وظائفه وواجباته، وجاء في البيان الصادر عن البنك أن خلية التحالف العربي في مطار عدن أعاقت نزول 13 طائرة محملة بالأموال المطبوعة في الخارج منذ أبريل الماضي، معبرا عن استغرابه واستيائه البالغ من هذه العراقيل التي تضعها قوات التحالف، قائلا إنها تعيق البنك عن القيام بوظائفه وواجباته القانونية في توفير السيولة ودفع مرتبات الموظفين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: الدلالات السياسية لما تقوم به خلية التحالف في مطار عدن، والتأثيرات الاقتصادية لمنع التحالف دخول الأموال المطبوعة. تتكشف أوراق لم يكن أحد يتوقع أنها ستنكشف على الأقل في هذه اللحظة، وتثبت أن التحالف العربي أصبح عقبة أخرى على طريق استعادة الشرعية. يخوض التحالف العربي حربا ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع في المحافظات الشمالية تحت لافتة دعم الشرعية، وفي المحافظات الجنوبية يخوض حربا أخرى ضد الشرعية ويمنع تمكينها من السيطرة على المناطق المحررة، وبين هذه وتلك يقف المواطن اليمني يعاني الأمرين نتيجة لهذا الوضع المختل وغير المفهوم. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. بعد 11 شهرا من نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن، لا يزال البنك متعثرا في إنجاز مهامه المتعلقة بإنقاذ الاقتصاد اليمني، الاقتصاد الذي شهد ترديا منذ انقلاب سبتمبر 2014. أتت فكرة نقل البنك المركزي من صنعاء حسب رؤية الشرعية لاشتراط دول التحالف عدم تقديم أي دعم للبنك طالما ظل رهينة ميليشيا الانقلاب، لكن وقائع الأشهر الماضية أكدت عدم حدوث أي نشاط حقيقي يفعل من دور البنك ويساهم في حل الأزمات الاقتصادية. من المسؤول عن تعثر البنك المركزي؟ ظلت إجابة هذا التساؤل تائهة بين الشرعية والتحالف والانقلاب، لكن خيوط ملامحها بدأت تتضح مع خروج البنك عن صمته أو صبره. يعاني البنك وفق مجلس إدارته من صعوبات بالغة تعرقل توريد الأوراق النقدية المطبوعة في الخارج، ويقول مجلس البنك في بيان له إن تصاريح ترتيبات النقل والتوريد يجب أن تمر جوا عبر مطار عدن، لكن تلك التصاريح تم إلغاؤها دون مبرر أو تفسير واضح. يتهم البنك المركزي وبكل وضوح خلية تتبع تحالف دعم الشرعية بعرقلة توريد الأموال إلى خزائن البنك، ويؤكد بيان البنك أن تلك الخلية ألغت 13 رحلة مالية منذ إبريل 2017. هذه العراقيل المصطنعة بوصف البيان تعيق توفير السيول الملائمة وتسبب بحدوث اختناقات خطيرة في الاقتصاد اليمني، فضلا عن كونها وفق البيان تسيء إلى سمعة البنك وتتعمد إظهار قيادته وكأنها فاشلة في أداء مهامها. منع توريد الأموال إلى البنك المركزي ليست إلا واحدة من المشكلات التي تحول دون استقلالية البنك، البنك الذي وبحسب مراقبين فر من عبث الحوثيين إلى فشل الشرعية وخذلان التحالف. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدا هذه الحلقة مع مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي من القاهرة. مرحبا بك أستاذ مختار. أستاذ مختار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام جميعا وعلى ضيوفك. مرحبا بك أستاذ مختار. في البداية ربما السؤال الأهم، لماذا يتمنع التحالف العربي أو خلية التحالف العربي في مطار عدن من دخول الأموال المطبوعة منذ شهر أبريل الماضي؟ أولا يجب علينا أن نعرف أنه قبل أن يتم منع هبوط طائرة الأموال المطبوعة في روسيا، كانت هذه الخلية نفس الخلية قد منعت هبوط طائرة رئيس الجمهورية من غيرت مسارها وذهبت إلى سقطرى. بالتالي هذا الفعل كذب جديد، هي هذه الخلية نفسها قد قامت باعتقال ومنع دخول العميدة أخبر بير أمن محافظة أبيان. بالتالي هذه الأفعال
لم تكن تعلن من قبل، لكن هذا الرسمي من البنك المركزي تم اعلانه فيه. نعم عدن هي موقفت على فخامة الجمهورية قبل أن تمارس على البنك المركزي. أعتقد أن هناك يعني خصوصا في البنك القليل الصغير توفير خدمات الأساسية من الكهرباء وتكتيك. نعم أستاذ مختار، كبيرة من الإقامة أستاذ مختار معذرة منك، ربما هناك إشكالية في الصوت، لا نتمكن من سماعك بشكل واضح. يعني سنعاود بك الاتصال ونشرك معنا في الحديث الآن الأكاديمي والخبير الاقتصادي من عدن الدكتور يوسف سعيد. مرحبا بك دكتور يوسف. إذن إلى أن يجهز الدكتور يوسف، كما خصصنا حلقة اليوم من زوايا الحدث عن تمنع خلية التابعة لقوات التحالف العربي في عدن من دخول الأموال المطبوعة للبنك المركزي بحسب البيان الذي أتى بالأمس عن البنك المركزي وموقع من محافظ البنك المركزي القعيطي. هناك ربما إشكالية كبيرة تتعمد فيها هذه الخلية من إعاقة أداء الحكومة، وهناك اتهامات كبيرة تحدث عنها الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت جليا عن طريق هذا البيان الذي تكلم بصورة واضحة ربما لأول مرة أن هناك عراقيل تقف أمام أداء الحكومة الشرعية وتحاول إعاقة أي تقدم أو أي تواجد للحكومة، وتبرهنت بشكل واضح في منع الدخول الأموال وأثارت حفيظة اليمنيين بشكل عام. وإذا عاد لنا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. أستاذ مختار، كنت قد سألتك عن تمنع التحالف العربي أو خلية في تابعة للتحالف العربي في مطار عدن عن دخول الأموال المطبوعة للبنك المركزي، وحقيقة كنت تتحدث ولا نسمعك بوضوح، أتمنى أن تعيد الإجابة من جديد، تفضل. نعم، أنا قلت أنه في حقيقة الأمر أن هذه الممارسة قد تم ممارستها على فخامة رئيس الجمهورية، حيث تم منع هبوط الطائرة الخاصة برئيس الجمهورية في مطار عدن الدولي والتي غيرت مسارها وذهبت إلى سقطرى، وكذلك تم منع العميد الركن مهران القباطي القائد اللواء الرابع حماية رئاسية، تم منعه من دخول مدينة عدن، وكذلك مدير أمن محافظة أبين تم منعه. بالتالي هذه الممارسات تم ممارستها من قبل هذه الخلية التي هي مرتبطة بدولة الإمارات العربية المتحدة. للأسف الشديد يبدو أن نشاط الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة وكذلك محافظ عدن الأستاذ عبد العزيز المفلحي قد أزعجهم، والذي يعني استطاعوا خلال هذه الفترة القليلة الماضية من توفير الخدمات الأساسية ومن أهمها الكهرباء وترتيب الوضع الأمني في مدينة عدن. بالتالي يبدو أن هذا أزعج الأطراف الإماراتية التي كانت على علاقة مباشرة مع المحافظ السابق، والذي للأسف الشديد أنه طوال عام ونصف لم يستطع أن يقدم شيء لمدينة عدن غير رفع الشعارات الرنانة. بالتالي هذا الفعل الذي قامت به هذه الخلية وهذا البيان الرسمي الذي أعلن من البنك المركزي يدل دلالة قطعية أن الإمارات تمارس وصاية على مدينة عدن وتحاول خلط الأوراق في مدينة عدن، وما دعمها للمجلس الانتقالي الانفصالي إلا واحدة من هذه الأعمال التي تقوم بها في مدينة عدن، مع أن رئيس الجمهورية يؤكد في أكثر من مرة أنه حريص على التحالف العربي، حريص أيضا على علاقته مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن للأسف الشديد هذه الممارسات تؤكر من صفو تحرير ما تبقى من اليمن وكذلك ترتيب الأوضاع الأمنية في مدينة عدن. لماذا برأيك أستاذ مختار بدأت الإمارات العربية المتحدة تنحرف على الأهداف الأساسية التي جاءت من أجلها وهي دعم الشرعية واستعادة الدولة، وربما خطوات الحكومة وتواجد الحكومة وعودة البنك المركزي هي من أهم الأهداف التي من الواجب على الإمارات أن تكون في مقدمة دعمها من أي تواجد الشرعية واستعادة الدولة؟ لا يوجد هناك أي مبرر واقعي يمكن أن يتم الحديث عنه إلا خلط الأوراق في مدينة عدن. يعني المبررات، لا أعتقد أن هناك مبررات قد تكون مقبولة وقد تكون عقلانية للحديث عنها في هذه المرحلة. يعني التحالف العربي جاء من أجل دعم، التحالف العربي جاء من أجل تحرير اليمن من الميليشيات الإنقلابية وكذلك دعم الحكومة، لكن نتفاجأ أنها تدعم
بفصائل خارج إطار الشرعية تدعم فصائل وكذلك ميليشيات من أبرزها ميليشيات الحزام الأمني والتي ترفض الانضواء في إطار الدولة وفي إطار الجيش والأمن مع صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بدمج القوات التي شاركت في معركة التحرير سواء في الشمال أو في الجنوب. لكن نرى أن الإمارات للأسف الشديد تدعم هذه الفصائل المسلحة وترفض دمجها في إطار الجيش والأمن حتى هذه اللحظة. نعم. بالتالي الموقف القوي من إدارة البنك المركزي اليمني يدل دلالة قطعية على أن هناك من لا يريد لعدن الاستقرار، من لا يريد للمناطق الجنوبية أن تستعيد عافيتها وأن تستعيد. نعم. أيضا الحكومة الشرعية عافيتها وتقوم بواجباتها تجاه المواطنين. نعم. في هذه المناطق. نعم، اسمح لي أستاذ مختار أن نشارك معنا في الحديث من عدن الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد. مرحبا بك دكتور يوسف. مرحبا وأهلا وسهلا. أهلا بك دكتور يوسف. بالنظر إلى الواقع الاقتصادي القائم الآن، ما هي تأثيرات منع دخول الأموال المطبوعة من قبل خلية تتبع التحالف العربي في مطار عدن كما جاء في بيان البنك المركزي؟ أعتقد في تقديري أزمة السيولة، أولا اسمح لي أن أقول أن أزمة السيولة هي جزء من أزمة عامة وهي مرتبطة في الحرب ونتائجها الكارثية الاقتصادية. سعر السيراد او طباعه النقود هو حل مؤقت لازمه السيوله كان قد بداها بها البنك المركزي بعدن، لكن الحل المستدام لازمه السيوله يرتبط بالبحث عن موارد المحليه المفقوده التي لا تورد للبنك المركزي. هذه الموارد واقعة في مأرب، في حضرموت، في شبوة، في كثرة من المنطقة ضريبية ومنافذ جمركية. هذه الموارد لا تورد البنك المركزي وهي التي يمكن أن تمثل الحل المستدام. نعم. لضمان توفير رواتب الناس. نعم. طباعة النقود الذي تم في الخارج له آثار اقتصادية من حيث التضخم وآثاره على انخفاض وتدهور القيمة الحقيقية للنقود، وبالناحيه الاخرى كان حل مؤقت لمواجهه ازمه السيوله التي كانت في الحلف. نعم دكتور. لا افهم. نعم دكتور، مع اهميه ما ذكرت فعلا ان الموارد التي تتبع الدوله سواء في مارب او شبوه او حضرموت والتي لم تستغل وتورد للبنك المركزي، لكن ايضا اذا تحدثنا عن ما هو موجود، هذه الاموال التي طبعت وباوامر من رئاسه الجمهوريه وتم يعني البحث عن مخرج لصرف مرتبات الموظفين، كيف ستضاعف من تأثير الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا في البلد؟ أنا لا أفهم ولا أجد منطق لإجراءك هذا جهة أو تحالف يمنع الإذن للطائرات تحمل نقود ستساعد على حل المشكلة أو تقليل مستوى المجاعة والمأساة الإنسانية التي عيشها اليمن. لا أعرف ما إن كان هذا منطقيا ولا يوجد منطق. يعني أقصد أن من مصلحة التحالف أن الناس يحصلوا على رواتب خاصة في المناطق المحررة. نعم بالتأكيد عندما تنقطع على المجتمع، وفي الشمال في المحافظة الشمالية الناس لا يستلموا رواتبهم من 10 أشهر هذا، وإذا أضيف له في الجنوب أيضا الرواتب لم تصبح متاحة للناس، معنى أنه سيزيد الامر سوءا. هذا سيقلل من الانفاق الاستهلاكي من الطلب العام اللي هو اصلا يشكل 90% في الوقت الراهن، لا يوجد استثمار اصلا. فالطلب الكلي الاستهلاكي هو الاساس اللي يمكن يساعد على تحريك الاقتصاد ولو جزئيا. الناتج المحلي في اليمن تراجع في بعض التقديرات تشير الى انه 41% تراجع الناتج المحلي في اليمن بعد انخفاض اسعار النفط وتوقف تصديره. اذا نحن امام كارثه اقتصاديه، الموازنه العامه للدوله في اليمن منهاره، نحن نعمل الان الحكومه تعمل موازنه 2004 هذا الوضع وهي موازنه في الحساب الجاري في الباب الاول في الاجور والمرتبات، بالرغم انه للأسف ما لم تتمكن البنك المركزي من الانفاق على كل أجور المجتمع الموظفين في اليمن. هذا حالة طبعا لا أستطيع إلا أن أشير إلى أنه كلما تعثرت السيولة وعدم توفر الموارد سواء من الخارج أو من الداخل سيؤثر بالمقابل
على وضع العمله وعلى وضع المعيشه للناس. طبعا نحن الان في اليمن نعتمد على او الاقتصاد يعتمد على عوامل خارجيه، يعني بظل هذا الانهيار الكبير للناتج المحلي. نعم. طيب دكتور، اسمح لي دكتور ان اعود لي الاستاذ مختار الرحبي، مستشار وزير الاعلام من القاهره. استاذ مختار، الكثير يتحدث ويقول بان او الحقيقه تقول بان الامارات هي ربما العنصر الثاني الفاعل في التحالف العربي بعد المملكه العربيه السعوديه، وما تقوم به هو ربما موقف التحالف برمته، ما رايك؟ استاذ مختار، أستاذ مختار الرحبي، إذن ربما فقدنا الاتصال بالأستاذ مختار. أعود إذن لك دكتور يوسف. دكتور يوسف، إذا تحدثنا أيضا عن بالنسبة للبنك المركزي، كيف سيتأثر على أدائه أمام المؤسسات المالية الدولية؟ البنك المركزي يبدو أنه واجه صعوبات أيضا، يعني التأثير ما له علاقة بشحنة توريد النقود المطبوعة، التأثير بسبب عدم التهيئة من قبل البنك المركزي مع المنظمات الدولية المالية مسبقا عند نقل مركزي لعدن، ولذلك ظلت الحسنة الوحيدة له طباعة النقود أو مواجهة أزمة السيولة. هذا الحال، يعني الآن بدأ المركزي يستأنف نشاطه في الوقت اللي بدأ يستأنف، الآن يواجه أزمة كبيرة، هذا طبعا سيعطل لازم النشاط البنك المركزي في عدن. نعم. الوضع المالي طبعا والنقدي مرتبط في الاقتصاد الحقيقي بنمو الناتج والدخل، هذا الوضع مأساوي، ما نعيش من مأساة إنسانية على وسياسية هي نتيجة أيضا لهذا الوضع، الحرب ووضع الاقتصادي، الاقتصاد سبب وهو نتيجة في الوقت الحالي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور يوسف سعيد الأكاديمي والخبير الاقتصادي، كنت معنا من عدن. وأعود إلى الأستاذ مختار الرحبي من القاهرة، مستشار وزير الإعلام. أستاذ مختار، كنت قد سألتك قبل أن نفقد بك الاتصال عن الحقيقة بأن الإمارات ربما هي العنصر الثاني الفاعل بعد المملكة العربية السعودية في التحالف العربي، والكثير يقول أنه لا يمكن أن تتحرك الإمارات دون أن يكون ذلك موقف التحالف برمته، ما رأيك؟ الشواهد تقول غير ذلك، يعني بالنسبة لموقف المملكة العربية السعودية هي مواقف إيجابية حتى هذه اللحظة. لو نعد الوراء قليلا، بعد إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي، رئيس الجمهورية ذهب إلى الملك سلمان وتم إعلان موقف صريح أنها مع الشرعية وأنها تدعم الشرعية، في حين كانت وسائل إعلام تابعة للإمارات تشتم الرئيس وتنال منه وتسيء لرئيس الجمهورية. بالتالي هذا مواقف متناقضة بين ما تقوم به المملكة وبين ما تقوم به الإمارات. بالتالي لا أعتقد أن هناك، يعني ما يقال أن هناك تنسيق كامل بين المملكة وبين الإمارات. إذن كيف تفسر نعم أستاذ مختار، كيف تفسر إذن الصمت السعودي أمام كل الإجراءات التي تقوم بها الإمارات في الجنوب؟ حتى هذه اللحظة طبعا المملكة لم تعلن أي موقف صريح مما حدث سواء في السابق أو اللاحق، ولكن هذا طبعا يأتي من حرص من المملكة على استمرار التحالف وعدم الإضرار بالتحالف العربي، مع أن ما تقوم به الإمارات في اليمن من دعم للميليشيات ومن دعم للمجلس الانتقالي ومن دعم أيضا وما تحدث به البنك المركزي من منع دخول للأموال، طبعا هذا يضر بالتحالف ويضر بأهداف التحالف الذي جاء من أجل دعم الشرعية ومن أجل إعادة الحكومة وإعادة الشرعية لليمن. بالتالي نقول أن هناك فصل ما بين الموقف الإماراتي وبين الموقف المملكة حتى هذه اللحظة على الأقل. المملكة يعني تعلن وتتحدث بشكل صريح أنها مع الشرعية، أنها مع أهداف التحالف المعلنة، وليس لها أي أجندة مختلفة حتى هذه اللحظة كما تم الإعلان عن ذلك من قبل الإمارات. للأسف الشديد أنها لديها أجندة مختلفة، أن لديها يعني الأهداف مختلفة عن الأهداف التي دخلت من أجلها لليمن، وعلاقتها مع شرعية علاقة سيئة حتى هذه اللحظة، وهي تسوء من يوم لآخر. وما بيان البنك المركزي بالأمس إلا علامة فارقة على أن العلاقة أصبحت علاقة سيئة، وأن الشرعية في إطار الترتيب لإعلان مواقف أعتقد أنها ستكون مواقف جريئة ومواقف صريحة ومواقف تكون فيها المكاشفة كبيرة وإعلان ما يحدث حقيقة على الشعب اليمني الذي بدأ يتحدث عن حقيقة الدورة الإماراتي. أستاذ مختار، وما يقوم به وما تقوم به الإمارات. نعم، الكثير ربما
أرجى مغادرة المحافظ عبد العزيز المفلحي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر بأنها ضغوطات من الإمارات وأن حياتهم أصبحت في خطر. ما رأيك بهذا الطرح الذي تداولته الكثير من وسائل الإعلام؟ أنا لدي معلومات أخرى أن هناك ضغوطات من أجل إقالة عبد العزيز المفلحي، وليس فقط يعني هناك خطورة على حياة الرجل، هناك ضغوطات على من أجل إقالة عبد العزيز المفلحي، خصوصا بعد ما قام به خلال الفترة الماضية والنجاحات المتتالية التي حققها ونجح بها في مدينة عدن من خلال النشاط اليومي والذي قام به بمعية رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر. بالتالي تم استدعائهم كما تم الإعلان عنه استدعاء من أجل مناقشة بعض القرارات واتخاذ قرارات قد تكون جريئة بحضور رئيس الوزراء وكذلك محافظ عدن لما يخدم مدينة عدن ولما يعزز من تواجد الحكومة فيها، وأيضا يأتي في إطار ترتيب الأوراق للحكومة خصوصا بعد أن أصبح وضعها في مدينة عدن وضعا مريحا. نعم لضيق الوقت أودعك بسؤال أخير، حجم التوقعات أو الإجراءات المتوقعة من رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية مستقبلا بعد ما حصل مؤخرا في عدن؟ أنا أعتقد أنه إذا لم تتدخل المملكة العربية السعودية للجمع ولتهدئة الوضع بين الشرعية وبين الإمارات، أعتقد أن رئيس الجمهورية لن يقبل بسلب القرار السيادي منه، لن يقبل التدخلات الصارخة ولن يقبل التدخلات التي تسيء للحكومة، تسيء للشرعية، والتي تحاول أيضا إضعاف الشرعية وإظهار الشرعية أنها عاجزة وأنها فاشلة وأنها لا تستطيع تقديم شيء للمواطنين، ومنع الأموال من منع الطائرة التي تحمل الأموال، ما هي إلا دلالة واضحة أنهم يريدون إفشال الحكومة وإظهار الحكومة أنها فاشلة. بالتالي أنا أعتقد أنه إذا لم يتم الالتقاء بين الرئيس وكذلك المملكة العربية السعودية وكذلك قيادة الإمارات، أعتقد أن الأمور ستكون إلى تصعيد، وهو ما لا نتمنى. نتمنى أن يلتقي جميع الأطراف والإمارات وكذلك المملكة، نحن شركاء في قضية واحدة ولكن لسنا أتباع لأحد، ولا يمكن لأحد أن يقبل التدخل بالقرار السيادي. نحن شركاء في قضية واحدة ونحن جميعا همنا واحد، وهو إعادة الشرعية وإعادة اليمن كما كانت من قبل وإعادتها من الميليشيات الإنقلابية. مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهرة. ونشرك معنا في الحديث أيضا من القاهرة نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر الصحفي علي الفقي، مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا. مرحبا أستاذ علي، في البداية أنت كيف تقرأ أو دلالات بيان البنك المركزي الذي ظهر ربما لأول مرة بيان واضح ويسمي الأمور بمسمياتها؟ أعتقد أنه تعبير عن تصاعد الخلاف بين الحكومة اليمنية وبين قوة التحالف الموجودة في عدن، لأنه هذه الخلافات هي أساساً كانت موجودة في السابق وكانت تظهر بعض أعراضها للعلن، ونسمع بين حين الآخر تسريبات أو عن مضايقات أو احتجاج مسؤولين أو تدخل بشكل واضح في القرارات وفي الشؤون الإدارة اليومية الحياة العامة في عدد من المحافظات الجنوبية، لكن هذا البيان يعد انتقال يعني مؤشر سيء في تفاقم العلاقة بين الجانبين والتي كانت تتلدى كل يوم. وصل الأمر لدرجة يبدو أنه لا يحتمل السكوت عليها، خصوصا ما يتعلق بالأموال التي يفترض أن تعين الحكومة أو تمكن الحكومة من إدارة أو من تسيير الحياة اليومية من خلال صرف المرتبات، من خلال الموازنات التشغيلية للإدارات العاملة في عدن، لأن وجود حكومة ووجود مسؤولين في داخل البلد وليس هناك سيولة يستطيعون من خلالها تسيير الحياة اليومية، معنى ذلك أنها تحكم عليهم بالفشل الكامل. نعم. وبالتالي يبدو أن الحكومة وصلت لدرجة لا يمكن السكوت معها على تصرف بهذا الحجم من قبيل منع الأموال المطبوعة من الطائرة محملة بالهبوط في عدن. طيب أستاذ علي، البيان يبدو وكأنه تعبير عن وصول العلاقة بين الحكومة والتحالف إلى طريق مسدود، باعتقادك اتجاهات هذه العلاقات خلال الأيام القادمة بين الحكومة والتحالف أو على الأقل الإمارات العربية؟ هم يعني في مرحلة أو في حاجة ماسة لإعادة تعريف العلاقة وتحديد طبيعتها بين الحكومة الشرعية وبين التحالف، ما نوع الشراكة، ما هي مهام واختصاص التحالف الذي جاء تحت أهداف ومحددات واضحة، وكان اسمه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،
ما نوع هذا الدعم الذي يقدمه التحالف العربي للحكومة الشرعية؟ هل هذه الممارسات تندرج في إطار الدعم؟ هل صلاحيات التحالف تمنحه حق تعيين مسؤولين وعزل مسؤولين وتصل المسألة لدرجة منع رئيس الجمهورية من العودة إلى عدن؟ لابد من إعادة تعريف هذه العلاقة والدخول في مرحلة جديدة يمكن تعين أو تسمح باستمرار هذه العلاقة، وإلا نحن أمام منحنى خطير. نعم. ربما يكون الخيار الآخر هو صب شراكة من هذا النوع، وسنكون مقدمين على خيارات مجهولة للأسف الشديد. نعم أستاذ علي، كان الخلاف الذي يعني طرأ ربما بين وجهات النظر سواء جانب الإمارات والسعودية والحكومة الشرعية أحدث بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر وبمشاركة الإمارات والسعودية. هذه اللجنة يعني ربما اختفى عملها، إذا سألنا عن مصير هذه اللجنة ولماذا لا يكون الحديث وأي خطوات يقوم بها التحالف وفقا لموافقة هذه اللجنة التي تشكلت أصلا؟ باعتقاد أن هذه اللجنة يعني اجهضت منذ البداية ولم تتمكن من يعني لم يكتب لها الحياة، لأنها ولدت في ظروف غامضة وبشكل سريع. ربما أيضا أنه حتى موافقة الرئيس عبد ربه منصور عليها هادي عليها لم تكن باقتناع كامل بأن توجد مثل هذه اللجنة التي كان تشكيلها يقتضي سحب الكثير من الصلاحيات أو معظم الصلاحيات من الرئيس هادي وتسليمها لهذه اللجنة الثلاثية، وبالتالي فقد وجد هادي نفسه بحاجة لمواجهة هذه أو القضاء على هذه على فكرة هذه اللجنة من البداية، وأن يعني البحث عن خيارات أخرى لنوع العلاقة، لأنه وبعد أن يعني تم التوقيع على تشكيل هذه اللجنة وجد أنها نعم. في مأزق، وأن التوقيع عليها لم يكن في ظروف طبيعية. نعم أستاذ علي، لضيق الوقت فقط في نص دقيقة، باعتقادك الخيارات الآن أمام الحكومة الشرعية في حال استمرت العلاقة بهذا التوتر وبهذا الشكل؟ الخيارات أن يكون هناك مصارحة وجلوس مع الأطراف التحالف العربي وفي مقدمتهم السعودية، والحديث بلغة واضحة لا تحتمل اللمس ولا تحتمل الغموض عن طبيعة الشراكة، وتحديد مهام كل طرف إلى أي مدى يحق لأطراف التحالف الموجودة في الأرض التدخل في إدارة الحياة اليومية في المحافظات المحررة، ما هي صلاحيات الرئيس، وأيضا يجب أن يعود الرئيس والحكومة لملء هذا الفراغ الذي يغري الأطراف الموجودة على الأرض بأن تصبح هي الحاكم الفعلي. ما سوى ذلك تبدو الصورة غامضة تماما، ولا أحد يتخيل شكل المشهد في حال انضباط مثل هذه العلاقة. شكرا جزيلا لك نائب رئيس تحرير صحيفة المصدر، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة الصحفي علي الفقي، والشكر أيضا لمستشار وزير الإعلام مختار الرحبي وكذلك للدكتور يوسف سعيد الخبير الاقتصادي كان معنا من عدن. في ختام الحلقة تقبلوا تحايا معدة الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.